ايه، ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا رب كلكم تبقوا في احسن وافضل حال. النهارده هنعمل اكله حلوه قوي فخمه جدا. بصوا بقى، بس انا عملتها بطريقه جديده. اكله النهارده حلوه، مش عارفه اقول لكم ايه عنها. تعالوا مع بعض نشوف ايه اكله النهارده. بس في بدايه الفيديو افكركم باللايك والشير والسبسكرايب زي انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، واذا الوصفه عجبتكم بتاعت النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك. يلا بينا. احنا النهاردة الغدا بتاعنا او العشاء هنعمل عكاوي، بس العكاوي هتبقى بطريقة جديدة. خليكم معايا. جبت العكاوي غسلتها غسلة كويسة جدا، وحل على البوتاجاز فيها مية بتغلي. حطيت العكاوي وحطيت حبيتين من الطماطم وحبيتين من البصل وقرن فلفل ورشة فلفل اسمر محترمة، وحاسبهم يغلوا. مش هحط اي توابل عليها. طبعا في الوقت ده العكاوي معانا على البوتاجاز بتتسلق. هجيب عيش بلدي او شامي زي ما حضرتك تحبي. هبتدي اقصه بالمقص كده، واحط عليه معلقه سمنه او اي ماده دهنيه انت تحبيها، وهقيد الفرن وادخلهم يتحمروا في الفرن يطلع لونه بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. معايا حله تانية على البوتاجاز هحط فيها برضو اي ماده دهنيه تفضليها، مع معلقه توم حلوه كده تكون كويسه، لان احنا هنعمل الصلصه بتاعه الفته. هحمر التوم كويس، مش هحمره قوي. دي ايد ماي فيل. فبعد ما احمره يعني اديله بس يدبل كده، هجيب معلقه كزبره حلوه. الكزبره الناشفه مهمه قوي قوي واحنا بنعمل الصلصه بتاعه الفته. انا رحت اجيب الكزبره وجايه، بس مش عارفه انا رحت فين، في بلاعه في المطبخ ولا ايه، غطست فيها. جبت الكزبره الناشفه اهو، هحط معلقه واديهم تشويحه. شموا الريحه بقى يعني لما تعملوا فته الكوارع او فته العكاوي، بس دي عكاوي، اسفه انا بتلخبط بينها وبين الكوارع. وحطي معلقه كزبره ناشفه، وبعد كده الفنجان ده ربع فنجان من عصير الليمون والخل زي ما تحبي بقى، معلقه عصير ليمون ومعلقه خل، وتحطيهم على الطشه بتاعه التوم وشمي اجمل ريحه. ونحط الصلصه بتاعتنا ونسيبهم يتسبكوا. هنعمل شويه رز ابيض، لزوم بقى الحركات والتكات. انا غسلت الرز عادي خالص وحطيت عليه ميه واي ماده دهنيه وظبطت ملحه، وحطيت نص فنجان من اللبن. هتقولوا لبن يا نرمين على الرز، جربوا صدقوني بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. يعني حطي نص فنجان كده وغطي عليه، واول ما يغلي وطي النار. العكاوي بتاعتنا كانت استوت، بصوا الشوربه بتاعتها رائعه تحفه جميله جدا. هنعمل بيها احلى احلى شويه فته، بجد طعمها كان فوق الخيال. طبعا جه ميعاد بقى الغدا، هنعمل الفته نفسها بقى، نحط على العيش الشوربه. جبت العيش حطيت عليه الشوربه بتاعت العكاوي بعد طبعا ما ظبطت ملحها. انا لا مش حاطه اي توابل عشان احس بطعم العكاوي الجميل والشوربه الرائعه. الرز طبعا كان استوى. بصوا الرز اللي محطوط عليه اللبن، بصوا شكله عامل ازاي، تحفه. لاخر حبايه في الحله، لا لازق في ارضيه الحله ولا اي حاجه خالص. بعد ما حطيت الكميه المناسبه من الشوربه على العيش نزلت. هتقولوا لسه نرمي العيش في ميه، هيشرب الشوربه دي دلوقتي. هحط طبعا الرز وهبتدي اجيب الصلصه بعد ما اتسبكت وظبطت ملحها. هحطها على وش الرز زي ما حضراتكم شايفين كده، الطعم رائع. الفكره جديده، بدل ما كلنا بنعمل طاجن العكاوي في الفرن، بصل كتير وبطاطس ويعني تغيير. يعني بحاول على قد ما اقدر اخرج بره الصندوق، ما بقاش تقليديه في الاكل. الاكل مش لازم يعني ان واحد زائد واحد بيساوي اتنين، لا انا ممكن اعمل يعني اشكل في الاكله. فالعكاوي مش طاجن وبس، لا العكاوي ينفع يتعمل منها فته عكاوي. عايزه اقول لكم بجد رائعه تحفه، جربوا مش هتبطلوا تعملوا العكاوي بالطريقه دي، كانت تحفه. الف هنا وشفا طبعا. وادي العكاوي بعد ما اتسلقت اهي، احط عليها شويه صلصه كده عشان لزوم بقى التكات والحركات. بجد الاكل رائعه، بصوا الشكل ولا الطعم، يعني ما اقولكوش على الطعم، بجد طعمها كان فوق الخيال. يعني شكل وطعم وريحه، بجد انا شخصيا عجبتني قوي قوي عن الطاجن. يعني انا عملت العكاوي قبل كده طاجن، بس يعني هو كان حلو اوريدي وكل حاجه، بس انا عجبتني الفته بالعكاوي اكتر. انا خدت كل البهاريز بتاعه العكاوي عملت منها احلى طبق فته كانت تحفه. بعد ما حضراتكم شفتم عملنا فته بالعكاوي. العكاوي دايما نسمع عملنا طاجن عكاوي بالبصل، طب عملنا طاجن عكاوي باللحمه، طب عملنا طاجن عكاوي باللحمه، بصوا انا طب عملنا طاجن عكاوي بالبطاطس، طب طاجن عكاوي انا النهارده عملت فته بالعكاوي، طعمها رائع، حلوه جدا جدا جدا، جربوها تعجبكم قوي قوي قوي. طيب ممكن بعض الناس يكون بيتفرج عليا ويقول لي يعني ايه عكاوي، يعني مين عكاوي؟ دي الديل بتاع اسفه الذبيحه، سيان كانت جاموسه او بقره، يعني ده بيبقى الديل بتاعها.
فطبعا الجزار بيسلخه ويظبطه لك، ودي بتبقى عكاوي بطريقتها زي ما حضراتكم شفتوا. انا حاولت اسهلها على قد ما قدرت علشان اي حد مبتدئ وحابب يعمل عكاوي، دي اسهل طريقه واحلى طريقه بجد، تحفه احلى من الطاجن كتير كتير. الفته رائعه، تعالوا نجيب معلقه وندوق. قربي يا توته، بصوا اللي بنضيعها طبعا في ان احنا بنفضل نحطها في الفرن. فته حلوه قوي، بصوا العكاوي مستوية طبعا. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم. اذا الفيديو عجبكم رجاء رجاء ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم في اكلة جديدة من بيت العيلة واكلات نرمين. باي باي.